لكم يسوع. فالميشيا نحن لدينا أولا هو سيكون إنسان من هذا العالم، من أبوين يهوديا ويكون يهودي فاطن، من راح يكون من نسل يهوذا، راح يكون إنسان راح يعايش الاضطهاد. يعني موضوع المسيح الميشيا يعني موضوع طويل، لكن سأختصره يعني بالاختصار الموجز، يعني حتى تكون يعني له كلام آخر، يعني لأنه يحتاج كلام طويل وإصدارات كثيرة وآراء كثيرة بمختلف الأحبار والحخامات. الميشيا نحن نرى أنه سيكون إنسانا من هالعالم، رح يكون إنسان زي ما قلت لك من أبوين يهوديا، يعني لن يولد لا بطريقة إعجازية ولا أي شيء، سيكون يهودي فاطن خائفا من الله، سيكون في آخر الزمان يعيش الظلم الذي يعيشه المؤمنون أو حاملين كلمة الحق وسط المجموعة المشركة أو المجموعات التي لا تعرف قيمة بالرب وتعبد المادة وكثيرا من الأشياء. فهذا الاضطهاد سيولد منه شخصية، لكن هل عندما سيخرج سيتقبله اليهود وسيقول اليهود هذا الميشيا؟ نحن لن نعرف الميشيا ولن نعرف ما سيثبت لنا الميشيا، هو ما سيفعله الميشيا بنفسه، أي بعد مرور زمن سيحارب، ستكون لديه سياسة، سيتطلع له كل قادة الأمم، سيقوم بكثير من الأشياء البشرية، سيحارب مثله مثل الناس وسينبهر منه العالم. فهذا الذي سيأتي في آخر الزمن ليبدأ العصر الميسياني سيكون هو موجود قبل العصر الميسياني، ثم في العصر الميسياني بعد أن ينتهي هذا ويحب كل قادة العالم ويعيد الأمن والأمان إلى الكرة الأرضية وتهدأ كل الأمم والشعوب، سيأتي اليهود من بعدها ليمسحوه بزيت الزيتون وينصبوه ملكا عليهم ويعود بفضله اليهود إلى الأرض، لا أن يتفرقوا بحد السيف زي ما ظهر الإيمان اليسوعي. هذا هو الذي ستبين الميسيا، وسيبدأ العصر الميسياني الذي يمتد لألف سنة. لكن أنت ترى هذا ما نراه نحن في يعني مختلف. بس أنا عايز أقول لك حاجة، هل في أي عصر من العصور سواء في العهد القديم أو في التلمود أو أي مصدر يهودي أو التفسير أو الترجوم أو 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 أي حد قال يا جماعة خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا عن المسيح المنتظر إن هو هيتولد من عذراء؟ لا في لا أي لا. مصدر يهودي أيا كان زمان قريب بعيد فوق تحت إن إحنا مستنين مسيح هيجي من يتولد من عذراء؟ لا 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 يوجد. لا هو سيكون يعني مولود من نسلين بيولوجيين، من أب وأم، أكيد سيكون إنسانا من هذا العالم. إزاي؟ ده أشعياء 7:14 بيقول إنه هالعذراء تحبل. كلمينا شوية. نعم شكرا لك. يعني حتى هذا يعني ما نسبت يعني حتى يعني كل الأشياء يعني زوروها، لا مشكلة يعني شكرا لك. هو أنت الحين لو طلبت حدا يقرأ لي متى واحد صح، فهذه النبوة يؤكدها متى واحد صح ولا لا؟ متى واحد والله أشفق عليه بنفسه لأنه يأخذ حتى من الترجمة. أنت عايز أنا أرى وأنا أرى لك يعني، بس حاولي باختصار شديد لأن ما كل واحدة من النقط دي ممكن نقعد فيها بالساعات، فباختصار شديد جدا قولي لي أنت عايز أرى لك وأنا أرى لك. اقرأ لي متى واحد التي تثبت أن نعم. ماشي أوكي. متى واحد 22 وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. ها هنا بقى مش علم المثال، ما هي نفس الجملة هي بتاعت من مصر دعوت ابني لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، يعني في نبوة وبتتم اهي، مش علم المثال ولا الهيدولوجي. طيب هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، ولما صحي يوسف من النوم فعل كما امره ملك الرب. يعني حلم. اتفضلي. شكرا لك. يعني كنت أريد زي ما قلت لك أنا أشفق على متى لأنه حتى هو لم يتقن اللغة العبرية، لو أنه أعطاني أنا لصنعت لهم دينا أفضل من هذا الإنجيل. زي ما قلت لك أول إشي يقول لك أما ولادة يسوع المسيح في الآية 18 فكانت هكذا لما كانت مريم أمه المخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبل من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخيلتها سرا صح ولا لا؟ شكرا. لكن إحنا لو طلبت الحين أحد يدرس لي إشعياء 7 باللغة العربية هيجد تناقض كبير لدرجة لا توصف.
ثم هنا ستبدأ الإشكال، هو أن إشعية يقول أنها المرأة رغم أنها هي ليست عذراء لأنها ذكرت بإملة، وإملة ذكرت في سفر الخروج وذكرت في سفر المزامير كشابة وكإشارة إلى البنات لا إشارة إلى العذراء، فمتى أخذها لكي يسقطها عن مريم؟ فأنا أطالب الكل أن يذهب للبحث عن النسخة العبرية. عذراء هنا حضرتك علماء، علماء يعني عذراء؟ لأن الفرق بين علماء وبطلاء في مفهومك أنت. بتولا هي الاسم اللي اختاره اليهود لتغيير الاسم بعد أن يعني بعد أن كثرت المقال بأن ألما هي البنت العذراء، فتم تغييرها وإضافة كلمة بتولا للمرأة العذراء. لكن في العهد القديم كانت تطلق أملة على الفتاة ولم تطلق على الفتاة العذراء يعني التي سترد. المهم سنتطرق إلى هذا. فمثلا من يريد أن يتأكد فليذهب إلى سفر التكوين لما طلب إبراهيم ليزد زوجة لإسحاق، فلما قال لهم اطلعوا إلى الأرض، وهذا يعني خذوا النص وعملوا له نسخ بالترجمة العبرية التوراتية، ثم ابحثوا عن كلمة آملة ستجد أنها إشارة إلى النساء، ثم ستروح كمان إلى سفر الخروج لما كانت أخت موسى عند زوجة فرعون لما قالت لها اذهبي أيتها الإبنة واحضري أم هذا الطفل، اجتمع إشارة إلى تلك الإبنة باسم آلمة وليس علاقة لها بأي العذراء. حتى لو اعتبرنا العذراء لا مشكلة، أول إشي أشعية يقول إنه تلك العذراء لا مشكلة ستحبل وتلد هي نفسها وستطلق اسم عيمانوئيل على مولودها، بينما متى يقول العكس ويناقض هذا، أي أنه لم يكن أمينا في نقل الاقتباس أو أنه أخذ من الترجمة اليونانية فغير في النص وجعل من سيطلق اسم عمانوئيل على الطفل هو قوم من الناس. ثاني إشي لم يذكر إشعية في هاي الآية من المسؤول عن الحمل، لكن في هاي الإصحاح التالي سنعرف من إشعية نفسه ما الذي جعل العذراء تحبل. كل ما اهتم به في هذا الجزء هو أن مرأة شابة ستحبل، وعدم ذكره أي سبب من هذا الحمل على أنه لم يخطر بباله كلياً مطلقاً أي حمل إعجازي خارق للطبيعة. الطفل القادم اللي راح يجي مثله مثل غير من الأطفال عن طريق حبل امرأة من رجل، ولم يلمح إشعية لأي شيء غريب. أما متى ماذا قال؟ لقد أشار إلى الروح القدس وهي التي ستحبل العذراء والتي جاء منها الطفل. ثم نعتقد أن متى ربما كان معذوراً من هاي المزاعيم بلا دليل، لأنه سنكمل قراءة الإصحاح وسيثبت أن متى هو بنفسه كان مش أميناً في نقل هذا الاقتباس. أول إشي ماذا لو قرأنا بقية الإصحاح زي ما قلت لك، يعني ماذا لو احنا مش هنفل يعني، ادينا اختصار سريع جدا عشان في حاجات كتيرة هنفصل ده، نبقى نعمل حلقات مخصوص دي لوحديها تحتاج حلقات وغيره. فاحنا باختصار شديد جدا يعني في دقيقه كمان او دقيقتين نشوف حاجه تانية. نعم، يعني ماذا نفهم من إشعية؟ ماذا نفهم من إشعية 7؟ بنفهم إنه لو رجعنا لنص إشعية وقرأناه كله رح نجده يتحدث عن مرأة شابة ستلد وهي نفسها وستسمي عمانوئيل، وهي الصبي قبل أن يكبر ويصل للسن الذي يستطيع فيه أن يميز بين الخير والشر، أي أن يصير ناضجا فكريا قبل أن يصل يعني إلى هذا السن، ماذا سيحلى؟ ستخلى الأرض التي كان أحاز ملك يهودا يخشى من ملكيها، أي ملك أرام وملك أفرايام. فكانت حروب بين ملك يهودا وأحاز وملك أرام سوريا متحدين منها، وكان يهوه سيعطيه هذه الآية وهو ابن أحاز بنفسه، هو هذه الآية أو أن امرأة زي ما بيقولوا مصادر أن امرأة أخرى أعطاه الله آية، لكن كانت تلك الآية ستحدث في زمن أحاز، ويسوع بعيد كل البعد عن زمن أحاز لأنه انهار ذلك، فلا يمكن الله أن يعطي آية لأحاز وهو موجود يعني تحت القبر. يعني ما عندكوش مثلا مفسر يهودي في قرن قبل ما يجي يسوع، بعد ما يجي يسوع، أثناء، فوق، تحت، مصدر يهودي، تلمود، بأي حاجة في أي شيء بيقول إحنا هيجي لنا واحد من عذراء؟ ما عندكوش كده خالص؟ ما فيش لا الكلام. لا يوجد نهائيا. وهذا الكلام وهذا الكلام بعيد كل البعد عن المسيح المنتظر. طيب هي بس كمان فكره، هي الفكره انه ربنا هيديكوا ده، ربنا هيديكوا ده، ربنا هيديكوا ده، وهي علامه مش زي الترجمه الكاذبه مكتبه ايه او معجزه، مش ميركل، لا ساي. طيب هي حاجه زي كده،
حاجه زي كده. مين اللي شافها بالظبط؟ هيشوفها الملك احكام فقط الام القديسه العذراء مريم، مع كامل تقدير واحترام ليها. لكن ده حتى جوزها، ده حتى جوزها احتاج لملاك يجي له في حلم عشان يقول له ما تخافش. فالعلامه كانت لمين؟ مين اللي شاف ده؟ واللي بيخليني اتجنن زياده اقول لك ايه، ان حتى المجتمع نفسه، مجتمع نفسه اقول لكم المجتمع كان بيقول على يسوع ايه اللي قال لنا عن ده القديس متى نفسه. نرى في متى 13:55 السيد المسيح كان بيتكلم بكلام، قال ايه ده، جاب منين الحكمه دي؟ شوف اليهود بيقولوا ايه، اليس هذا ابن النجار؟ اليس هذا ابن النجار؟ اليست امه تدعى مريم واخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ هو مش ده ابن النجار؟ ادي المجتمع، ادي المجتمع. فين العلامه؟ العلامه كانت للقديسه العذراء مريم وهو عنده حاليا 33 سنه او 30 سنه، من 30 سنه كانت لمريم. ربنا ادى مريم كل ده عشان يديها لمريم. وكيف تثبت، وده الاهم عندي، ازاي تقدر تثبت ان يسوع فعلا مولود من عذراء؟ طب يا جماعه انا هضطر اقول لكم الحقيقه، يعني انا كنت مخبيه، انا يا اخوانا انا شور فويس مولود من عذراء. مين فيكم يقدر يثبت او ينفي؟ مين فيكم يطلع يقول لي اه او لا؟ بناء على ايه هتتكلم؟ بناء على ايه هتتكلم؟ ازاي تقدر تثبت او تنفي حاجه زي كده؟ ادعاء، ادعاء. فهل ده يعقل ان الله يعطي مقاييس لمعرفه المسيح الحقيقي من المسيح المزيف عن طريق هذه الادعاءات المضحكه؟ انجيل متى بيتكتب كام؟ يعني 70 ميلاديا، بعد 70 سنه من الحدث، 75 سنة من الحدث، على أساس أن في لخبطة في التاريخ، يسوع اتولد 4 أو 5 قبل الميلاد. بعد 75 سنة من الحدث بيكتب واحد مجهول متى ولوقا عن هذا الأمر ويدعي أن يسوع مولود من عذراء. تقدر تثبت ده إزاي؟ لما يكونش ادعاء كاذب مبنية على نبوة، ما هياش دعوة، بليها دعوة خالص بالمسيح المنتظر، ما هياش اصلا علامه نقدر نحدد بها اي شيء ولا نقدر. ده غير ان زي ما الاستاذه قالت، لما جه القديس متى يقتبس، اقتبس بالمشقلب اقتباس، مش عارف يقتبس اصلا من النص. طيب خلينا نخش. طيب يا جماعه بلاش اليهود، اليهود وحشين، معلش انت وحشه يا استاذ. الجماعه الكاثوليك يا جماعه، كبار العلماء الكاثوليك وفي اللغة العبرية واليونانية، لما جم يترجموا أشعياء 7:14 في الترجمة الكاثوليكية والترجمة اليسوعية، كتبوا إيه؟ هل عذراء؟ لا، كتبوا هل صبية. ياريت حد يروح يقول للكاثوليك حضراتكم ما بتفهموش، كاتبين ليه الصبية؟ هي المفروض العذراء. فإلا إذا كان بقى الكاثوليك يعني الترجمة اليسوعية والكاثوليكية عاملينها مسلمين مثلاً، ولا بوذيين ولا ملحدين. طيب خلينا نخش في واحده جديده، اشعياء 9، لانه يولد لنا ولد والرئاسه على كتفيه واسمه عجيب مشير عائد فطالي، ادي يسوع هو المسايا. وايه راي حضرتك في دي؟ لو عايز اقراها لك اقراها لك. اشعياء 9:6 معايا يا أستاذة؟ في صوت؟ رفع في صوت؟ في صوت يا مستر شور بس. طب يا أستاذة رحيل. طب ماشي. أشعياء 9:6 خلينا أقراها لك. لأنه يولد لنا ولد وتنعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيب مشير إله قدير أب أبدي رئيس السلام. تفضلي يسوع. إيه رأيك؟ يعني حتى هذا النص كمان نسبه للمسيح؟ يا إلهي، هؤلاء المسيح هو مترجم كمان بتزوير، واللي كشف التزوير بلاش أقول اليهود وترجماتهم وانتوا، لا برضو للمرة الثانية الترجمة الكاثوليكية واليسوعية مترجمة بدقة الأمر على إنه إيه، مش حاجة عن المستقبل، لا ده حاجة عن الماضي. أنا مش عارف اليسوعيين دول شكلهم كده ولا الكاثوليك دول شكلهم مسلمين يا جماعة، أنا شك فيه. يعني الترجمة بتاعتهم بتقول لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن فصارت الرئاسة على كتفه ودعي اسمه كذا كذا. إيه اللي خلى الناس دي يترجموا بهذا الكلام؟ هل الترجمة دي مظبوطة
ولا الترجمه بتاعت الجماعه البروتستانت البندايك هي المظبوطه؟ انتوا كيهود الصيغه في صيغه ماضي ولا في صيغه مستقبل ولا في صيغه ايه؟ يولد لنا يعني يوحي بالمستقبل ولا اتولد فعلا ومحسوم جيدا عندكم في اليهود؟ الكلام هنا عن مين؟ تفضل. هل كلام لأنه يولد لنا وإحنا بنؤمن أن الله سبحانه وتعالى ليس بولد ولا بمولود؟ هو زي ما قلت لك نفس التدليس اللي عملوه في إلها قديرا، هو كلمة إلها موجودة فعلا إيل، لكن هالكلمة بحسب الكتاب المقدس لا تعني بالضرورة الإله المعبود بحق. لو أن رجعنا إلى العهد القديم ماذا سنجد؟ أنها تطلق في بعض الأحيان على الكهنة، على القضاة، على الأنبياء غيرهم. ولو ذهبنا إلى سفر المزمور مثلا واحد نقول أن الله قائم في مجمع الآلهة، في مجمع الله. هل هذا يعني أن الله مجموعة آلهة؟ يعني أن قاضي موجود في مجمع القضاة يقول لهم ما الذي سنفعله بعد انتشار الفساد والظلم في هذا. ثم راح نجد أن إيل مثلا في سفر التكوين تم إطلاقها على المالك الذي كلم هاجر، فدعت اسم الرب الذي تكلم أنت إيل رؤي، صح ولا لا؟ ثم في سفر حزقيال نجد أنه تم إطلاقها على نبخذ نصر كقوي. يعني هاي الإله لا تعبر بالمساس في الكلمة العبرية بالله، فالله يعني كان يشار إليه بأدوناي أو يشار به بإلهيم، لكن لما نقول الرب أو نقول إله أو إيل فهذا لا يعني الإله المعبود بحق. ربما هل إنسان يطبق ما أعطاه الله أو ربما يملك السلطة على الناس؟ فمثلا لما نقول أن الله هو مالك الكون فالشخص الذي يكون ملك في الأرض ويحكم الأمام يسمى إله، أو ما يسمونه في اللغة العربية رب الأسرة. فهل يعني رب الأسرة أنه رب الحق المعبود بحق؟ فهذا من بين الأنواع يعني الاختلاف، يعني من بين يعني طيب. البلاغة في اللغة العبرية. طيب أنا كنت فصصت يعني النبوة دي ممكن الناس ترجع تشوفها. المهم طيب في نبوة قوية قوي قوي قوي، أنا أعتقد أنك هتنهار يا أستاذة قدام مني دلوقتي لما تشوفيها، واضحة قوي عن يسوع، وأنتوا الحقيقة أيها اليهود بتكبروا وبتعنوا. في مزمور 22 حضرتك 16، لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، سقبوا يدي ورجلي. وبما أن يسوع على الصليب سقبوا ايديه ورجليه، يبقى تفضلي حضرتك، نبوة واضحة قوية جدا عن يسوع. والله فجرت دي انهارتي صح؟ يعني حتى المزمور أيوة انهارت، حتى المزمور. يعني أنتم لما بحثتم عن النبوة في المزمور، والله يحق لكم أن تبحثون في عن النبوة في التلمود، بل حتى في ورق الحمام الموجود عند اليهود اذهبوا راح تجدوا فيه نبوة المسيح. يا إلهي يعني فجرت دماغي لما قلت هالكلام. هو هالكلام هعطيهم وهقصفهم وهقولهم هاي الكلام أول إشي. لو قرأت يعني لو طلبت منك تقرأ لي هالإصحاح بالواحد وثلاثين آية، هو لما بيقول إلهي في النهار أدعو فله. لا 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 ده دي هتاخد مننا 5-6 ساعات. معلش يا أستاذة ركزي لي على عدد 16 بس، لأن دي هتاخد مننا وقت طويل قوي. هنعمل لها حلقة مخصوص، احنا بس بنفتح رؤوس مواضيع. فركزي لي على حكاية النص المازوري في حكاية ساقب يدي ورجلي دي، ركزي لي معها بس لو سمحت على الحته دي. ده الحته دي اصلا انا ماجلها الكلام عليها لانها هتاخد لها 3-4 ساعات بس كانت تقبل ده ورجليه. فركزي لي على دي اعملي معروف بس. من اين اجت المشكله؟ هو في النسخه اليهوديه ستجد لو بحثت كلمه كاري، الكاري بنهايتها يعني بالاي تعني معنى الاسد، وهذا هو السبب يعني الذي جعل لهم ان يرجعوا الثقوب. من ناحية التركيب اللغوي يعني راح يكون أن التركيب النصي في حيرة، لأن المترجم للنص حرفيا تقول مثل أسد يدي ورجلي، هذا ما يقول. فلو رجعنا وقرأنا الإصحاح أن داود في حالة يكتب فيها عن ما يعيشه الآن، عن ما يرى من تخيلات، عن ذلك الأسود التي تظهر، لا عن تلك الأشكال التي تظهر إليه. فهو لم يذكر أي أشاش عن الصلب أو أي شيء من هذا يعني الذي يقولنا. يعني ما أثر الشك يعني هي كلمة أن كاري، وكاري لا تمث بأي حيطة ثقوب. فإذا ماذا سنقول؟ جماعة أشرار أحاطوا بي كأسد يدي ورجلي، يعني مثل الأسد لما يمسك.
في يداك أو رجلاك، يعني تعني الأسد في اللغة العبرية. خلصت خلصت يا أستاذة؟ خلصتي؟ اه هي خلصت، أنا تعبت والله. هي الغريبة يا اخوانا انه حاجة بالقوة دي والروعة دي والوضوح ده ازاي العهد الجديد كله يتجاهلها؟ يعني انت عرفت منين ان دي نبوة عن المسيح؟ اذا كان العهد الجديد اللي غزير النبوات لم يذكرها نهائي، مع انه اقتبس العهد الجديد من مزمور 22، جاب حاجات مالهاش دعوه خالص باي شيء، زي الهي الهي لماذا تركتني، لا مالهاش دعوه باي حاجه في اي شيء، ما هياش اصلا نبوه. انت سايبني يا رب ليه؟ انا ممكن اقولها دلوقتي، انت سايبني يا رب ليه، دي مش نبوه ولا اقتبس ده. فواضح جدا انه النص كان في الزمن ده في الوقت ده فعلا بالفكره دي، ما فيش فيها حكايه ثقب، والا ما كانتش فالت. ده انا لو واحد بيالف نبوات وبيزور نبوات، ازاي افوت حاجه خطيره زي ده من ايدي؟ ازاي؟ طيب هو الموضوع كبير قوي قوي قوي، وهنطلع الناس، يعني هنبدا نطلع الناس، بس خليني اختم باخر سؤال. قاعد الجميع كله هيطلع، بس عشان ما حدش يتهمنا بخيار وفلوس. يعني اخر سؤال يا استاذه واهم سؤال، ليه ايها اليهود ترفضون يسوع على انه المسيح الحي؟ لماذا؟ وهو ده السؤال، هو ده. انتوا ليه رافضين يسوع بتاع سلام ومحبه وجمال وروعه؟ حضراتكم ليه رافضين يسوع كأنه هو يبقى المسيح؟ اتفضل، هنختم بده يا جماعه وبعدين نعم نبدا. اتفضل. نعم شكرا. اول شيء هو اول شيء لما بتقول لي يسوع كالمسيح، اول شيء احنا لما القينا عليه نظره لم نعبره كانه مسيح، لكن اخذناه كاي اناس أملا فيه حتى أن يكون ولو نبي. لكن لماذا يسوع لا في اليهودية شخصية مرسلة من قبل الإله؟ هو أنه لم يتمم آيات الكتابية حوله. هذا هو يعني نحن ما نعتمد عليه، أنه لم يتمم أي نبوءات كتابية تدل على أنه نبي. فممكن أي حدا مثلا نبوءات مثلا التلمود وما شابه، ولا تقصد العهد القديم؟ لأن دي تفرق معايا قوي. نعم. في العهد القديم التلمود مجرد دي تفرق معايا. الغبي الذي يذهب إلى التلمود، وهي مجموع تدوينات الأحبار أو ما يسمى بتدوينات الأحبار، ويقول لك سأجد، هل هؤلاء الأحبار أنبياء؟ بالله عليكم، هو أول إشي التلمود وموسى بن ميمون في كتاب مشنها تراه يقول أن يسوع الناصري الذي ادعى أنه الميشيا وقتل بأمر المحكمة كان دانيال قد سبق وتنبأ عليه. فهل يمكن أن توجد صخرة عثرة أكبر من هذه؟ كل الأنبياء أجمعوا أن المسيح أو الميشيا سوف يخلص إسرائيل وينقذهم، وبأنه سيجمع المشتتين ويقيم الوصايا. بينما السبب يسوع الناصري لم يترك شرح، لم يترك نبوءات كتابية، وضاعت بسببه إسرائيل بحد السيف، وتفرق من بقى منهم في كل مكان، كما أنه غير التوراة وقام بحصول خطأ فضيح مثل محمد. نفس النظرة عند يسوع، نفس النظرة عند محمد، الاثنين سوا. طيب احنا نكتفي بكده. أشكرك جدا يا أستاذة على هذا الحوار، ويعني هنحاول ندبر يعني لقاءات تانية النهاردة فقط لا غير. ادينا رؤوس مواضيع وقشور عن كل موضوع، كل موضوع من بتاع النهاردة ممكن نقعد في شهور مش أسابيع نتكلم فيه. فأشكرك جدا يا أستاذة.